واجب السرية. فعلا أنا بالنسبة لي يعني هل في أسرار المفروض ما تقال؟ وش إيش زي إيش؟ أنا ما أدري وش، على أساس كذا أقول لك يعني وش الأسرار اللي مفروض ما يقولها ولا حد يدري عنها؟ يعني هل أنا حين قاعد أنا أشوف اللقاء، هل قصده الرسوم اللي دفعوها؟ هل اللي إن أنا دفعنا؟ هل إن أنا ما أدري وش السر اللي في كرة القدم، في منظومة كرة القدم المفروض ما حد يدري عنه، واجب السرية هذا. بالعكس كرة القدم هي أصلا، ولا كرة القدم، في كل المنظومات والمؤسسات احنا نطالب بالشفافية عشان الرقابة والأشياء هذه. تيجي تقول أخلب واجب السرية، هذه أنت تحطها على المسؤولين اللي عندك، المسؤولين اللي يسربون قرارات، المسؤولين اللي يسربون عقوبات، المسؤولين اللي يسربون، هذه فعلا اللي مفروض فيها واجب سرية. المسؤول اللي عندك انت، مو انا بكره بعد احل واجب معلومه بيقولوا خليته بواجب السريه ما تكلم. طب فعلا احنا نبغى ندري احنا كاعلاميين وش الاسرار اللي ما المفروض ما نقولها لكم. انا اتفق معك، هذه لازم نعرفها، نبغى نعرف وجه حدودنا يعني عشان نعرف حدودنا. الواحد لازم يضمن. فلذلك تجي لحامد، انا اعرف انه متكلم من حرق حامد، وانا تكلمت عنها. حامد انت عندك 6 مباريات 7 مباريات قادمه، عندك يعني زي ما يقولون مباريات اكون او لا اكون، عندك بطوله. وحامد واضح انه يقول للاعبين انا خلوني على الخط وانتم العبوا كوره، ساحب جميع الاشياء عندهم، ممتص كل بس الاشياء. بس 4 مباريات كثير بس انها فعلا 4 مباريات.